بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء. أتحدث على عبد الفتاح المهني ولا نتحدث عليه الإنسان ولا الأب الكبير؟ هذو كلهم ثلاثة مجموعين، لأن كان يعني عين ما كتنضبش من العطاء المهني، لقيناه الحين هو دائما ذاك الجسر بينه وبين الجيل القديم والجيل الحالي اللي باقي الان. فافتح ابتسامه دائما على المحيه ديالو، ما كتفرقوش خادم، وفي الوقت اللي كتكون المهنه كتكون جديه، مع ميزه الصمت، والصمت علامه يعني ميزه ديال الحكماء. وانا اعتقد ان هذا الحدث المؤلم سيترك في نفوسنا خساره كبيره، وسيترك في نفوسنا ألما شديدا، لأننا فقدنا صديقا عزيزا كان دائما يتمتع باحترامنا وتقديرنا وسمعته الطيبة. عبد الفتاح الحراق كإنسان كان إنسان بسيط جدا في حياته، متواضع هادئ طبيعته، كان إنسان هادئ، ما عمره سبق لي شفت الحراق الله يرحمه شي نهار غاضب أو منزعج أو خارج على الأعصاب ديالو. كمهني يعني كان صحفي، أعتقد بأنه من خيرة الصحفيين الرياضيين. بهذه المناسبة كنتقدموا بالتعازي ديالنا العائلة ديالو الصغيرة والعائلة الكبيرة. تغمده الله برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون. مرحوم عبد الفتاح الحراق عرفناه لأكثر من 30 سنة، كان كنقولوا رجلا من طينة بشرية استثنائية في كل شيء، سواء على المستوى الإنساني، على المستوى المهني، على مستوى العلاقات الإنسانية والتواصلية. رحمه الله لم نعهد فيه قط أنه في لحظة من اللحظات أبدى تعصبا أو استفزازا لأي من الزملاء أو في لحظة غضب. يعني غضبه كان هو ذهابه أو يعني رغبته في تغيير المكان. صراحة فقدنا إنسانا خلوقا، وفقدنا صحفيا متميزا كان من الرعيل الأول، أسس لمدرسة التعليق، يمكن نقول التعليق المغربي القح، رفقة الرواد المرحوم نور الدين قديرة. لما أتينا إلى الإذاعة الوطنية وجدنا أمامنا، أنا أول من أعطاني فرصة الميكروفون هو الزميل عبد الفتاح الحراق،